السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. المحافظة الجنوبية تنظم الملتقى الأمني الافتراضي تحت عنوان نحو مجتمع آمن. افتتاح استوديو بمدرسة وادي السيل لتسجيل الحصص التعليمية المتلفزة. ووزارة التربية والتعليم تفتح باب تسجيل الراغبين في التحويل إلى المدارس الحكومية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق 26 من شهر يونيو من كل عام. نظمت المحافظة الجنوبية الملتقى الأمني الافتراضي تحت عنوان نحو مجتمع آمن بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية. وبهذه المناسبة أشاد سمو المحافظ بالجهود المشتركة في مكافحة المخدرات وتعزيز الوعي الأمني وإبراز دور المسؤولية الأمنية والإجراءات التي تتم بتوجيهات من معالي وزير الداخلية في إطار تفعيل الأمن المجتمعي واحتضان المبادرات والبرامج الأمنية والتوعوية مع مختلف الجهات. وفي ختام اللقاء عبر سموه عن شكره وتقديره للتعاون الذي تبديه كل من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبرنامج معا لمكافحة العنف والإدمان ودورهم الفعال في مجال تعزيز الوعي الأمني عند الأهالي، معتبرا اللقاء فرصة جيدة لتعزيز آليات التواصل والتعاون المشترك في إقامة اللقاءات الأمنية الافتراضية عن بعد. قام سعادة الدكتور مجد علي النعمي وزير التربية والتعليم رفقه عدد من مسؤولي الوزارة والأستاذ عبد الله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الإعلام بزيارة الاستوديو الجديد المخصص لتصوير الحصص التعليمية المتلفزة بمقر مدرسة وادي السيل الابتدائية الإعدادية للبنين. وخلال الزيارة أكد سعادة الوزير أن إنشاء هذا الاستوديو يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تعزيز الخدمات التعليمية مقدمة لطلبة مختلف المراحل الدراسية وتنويع مصادرها، وخاصة بعد النتائج الطيبة لتجربة التعلم عن بعد، ومن ضمنها مشروع الحصص المتلفزة الذي تم بتعاون متميز مع وزارة شؤون الإعلام بما أسهم في استمرار حصول الأبناء الطلبة على حقهم الأصيل في التعليم. وأوضح الوزير أن الوزارة تعد العدة في الوقت الحالي لانطلاقة العام الدراسي المقبل واستكمال جميع متطلباته المادية والبشرية والفنية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة، مشيرا إلى أن التعلم عن بعد سيشكل ركنا مهما من المنظومة التعليمية حتى في حال عودة الدراسة النظامية بصورتها الطبيعية، وذلك بعد أن أثبت هذا النمط من التعليم تأثيره الإيجابي وللمساهمة في تعزيز ما يتم تقديمه من خدمات تعليمية. وقعت وزارة الإعلام مذكرة تفاهم مع كلية البحرين التقنية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير البرامج التدريبية والأكاديمية وتزويد طلبة وطالبات بالمهارات والمعارف العلمية والمهنية وتأهيلهم من المشاركة بفعالية في سوق العمل وتطوير قطاع الإعلام والاتصال. وأكد دكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة الإعلام أن توقيع مذكرة التفاهم مع بوليتكنيك البحرين يأتي في إطار حرص الوزارة لإعداد الكوادر الإعلامية والفنية الشبابية الوطنية وتأهيلهم علميا وأكاديميا وتطبيقيا باعتبارهم الركيزة الأساسية للنهوض بالرسالة الإعلامية. وأشار الدكتور بحار إلى حرص الوزارة بتوجيهات من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على تعزيز الشراكة مع الكليات والجامعات الوطنية في إعداد الدراسات والبحوث العملية وتنمية الموارد البشرية المتخصصة في قطاع الإعلام والاتصال وتسخير إمكانياتها التقنية والفنية وخبرتها في تدريب الطلاب وإطلاعهم على آليات سير العمل في المؤسسات الإعلامية.
أشارت مجلة فوربس العالمية بريادة جامعة البحرين في مجال تطبيق تقنية بلوكتشين، وذكر المقال أن مملكة البحرين كانت سباقة في مجال تطبيق تقنية بلوكتشين وتعد رائدة في هذا المجال، إذ سعت الجهات التنظيمية في مملكة البحرين إلى سرعة إدخال نظام جديد لأصول التشفير والعمل بشكل وثيق مع قطاع الخدمات المالية والحكومية لجذب خبرات بلوكتشين من جميع أنحاء العالم. ولفت المقال إلى أن جامعة البحرين استفادت من هذه التقنية عبر إصدار شهادات دبلوم موثقة، وكانت جامعة البحرين قد اعتمدت تقنية بلوكتشين لتصبح واحدة من أوائل الهيئات التعليمية التي تصدر شهادات لخريجيها عبر هذه التقنية في المنطقة، الأمر الذي عزز ريادة الجامعة وعكس تبنيها للتقنيات الحديثة في مختلف جوانب عملياتها وبرامجها الأكاديمية. دعت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم طلبة الصفوف من الثاني الابتدائي إلى الثالث الثانوي الراغبين في التحويل من مدارسهم الخاصة إلى الحكومية إلى استكمال الأوراق اللازمة لعملية التحويل، وذلك قبل نهاية العام الدراسي الحالي، حيث سيتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل في الأيام المقبلة. وأوضحت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي نسخة مأخوذة من قارئ البطاقة الذكية للطالب وولي أمره، والشهادة النهائية للعام الدراسي 2019-2020، وإفادة بإخلاء طرف من المدرسة الخاصة. هذا وسيتم قبول طلبات التحويل للطلبة الذي ستصدر شهاداتهم في شهري يوليو وأغسطس. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. شرطة المحرق حملة توعوية بعدة لغات تحث الجمهور على منع التجمعات. قال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد إن المؤسسة حققت الكثير من العطاءات الإنسانية في ظل هذه الأزمة الراهنة التي تمر بها البحرين جراء جائحة كورونا 19، وكانت للمؤسسة عدة مبادرات وإسهامات تمكنت من خلالها من مواصلة عملها الإنساني والوصول إلى الفئات المستحقة، بل وكان لها دور في مد يدها البيضاء إلى كل من يعيش على أرض مملكة البحرين مواطنين ومقيمين. وللوقوف أكثر على العمل الإنساني للمؤسسة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، وأضاف بأن التجاوب المنقطع النظير الذي أبداه أهل البحرين الكرام مع الحملة الوطنية في النخير وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمساهمة القيمة من قبل المواطنين والتجار ورجال الأعمال والمؤسسات البنكية والمصرفية والشركات والجمعيات والمقيمين والأفراد الذين لبوا نداء الوطن في تقديم الدعم والمساهمة في هذه الحملة الوطنية. كشفت مدير عام أمانة العاصمة المهندس شوقي حمدان عن بدء الأمانة بتنفيذ أول حديقة تعليمية في محافظة العاصمة في منطقة توبلي، إذ ستحتوي الحديقة على ألعاب تعليمية تمكن الأطفال من الاستمتاع باللعب وكسب المعرفة من خلال جدار تعليمي ونموذج للنظام الشمسي ونماذج إسمنتية لمقياس الوقت الشمسي وملعب متعدد الاستخدامات إلى جانب مساحات خضراء وممرات للمشي. وأوضحت حمدان أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التشييد وفتح الحديقة نهاية العام الجاري. قامت مديرية شرطة محافظة المحرق بتنفيذ حملة توعوية بعدة لغات في جزر أمواج وديار المحرق والمنشآت السياحية والشواطئ، تشمل على توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات وتجنب التجمعات واتباع التعليمات من أجل سلامتهم والآخرين. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة الأمن العام فيما يتعلق بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر استمرار مثل هذه الحملات في إطار العمل على سلامة كافة أفراد المجتمع ودعما للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين.
وبهذا وصلنا لختام أخبار سادسة اليوم، تبرعاية الله تعالى وإلى اللقاء.